إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية إخواني مباشرة من مدينة خنيفرة. إخواني كلنا نتذكروا ديك البنت مسكينة اللي كانت حاملة في زمن كورونا ولقيناها أنها في الزنقة مسكينة غادية، ما عرفاش فين غادي تولد من بعد ما ضحك عليها ذئب من الذئاب البشرية. حملات مسكينة في بني ملال، كانت خدامة عنده، جات بديك الكرش مسكينة وبقات مليوحة في الزناقي. اليوم بعد ما دوزنا واحد اللايف إخواني وتفاعلتوا معاه الحمد لله، وأن وصل المتتبعين لفات 200,000 الحمد لله، وأنه اتصلوا بها الناس ومحسنين وراه ولدات. الخبر اللي زوين وراه ربما إخواني راه دجا نشرناه أنها ولدات بنية صغيرة، واليوم راه كتحني في زمن كورونا، ولدات في الدويرة ديالها وحنا غادي ندخلوا عندها. يلا إخواني تبارك الله عليكم وتحية لكم. وراه هي اللي اتصلت بينا قالت لك جعافك يا حميد، بغيت نشكر خوتي المغاربة، وغادي نشوفوا الطقوس ديال الأسبوع ديال هاد السيدة مسكينة في زمن كورونا. السلام عليكم. لاباس؟ بخير؟ هانية؟ شي بخير؟ الحمد لله الساعة. إيوا لالا جاو عندك، قلتي لي أجي عندي، ها خوتك المغاربة جاو. إيوا الحمد لله فكك الله بخير؟ أه؟ قولي لي شنو بغيت تقول خوتك المغاربة؟ واش وقفوا معك شوية؟ وأنت عيد دابا راكي بدويرتك الحمد لله، من بعد ما داك النهار ما عرفتي لا فين تولدي، واش تولدي في الزنقة أو لا فين غادي تلالك ولا، ولك الحمد لله احنا عاهدناك وتا المغاربة الحمد لله هما تضامنوا معك. هالبنية مسكينة خرجت للحياة وأنت كتحني إن شاء الله بطول عمرك. يلا هضري مع خوتك. شنو أنا كنشكر خوتي المغاربة اللي عاونوني، كنت في الأول الناس محكوش يسمح فيا، والحمد لله دابا خرجت من الازمه اللي كنت فيها. فيك كنت فين كنتي عواله ولدي هاد البنيه؟ والو كنت كاع في بنت سدو عليا. شحال من واحد تيسولتي يقول لك بابا شكون هو بابا، علاش ما مشيتيش للمحكمه، علاش شنو علاش لا واحد شنو تيقول؟ كاين اللي كيهضر معايا بمزيان وكاين حتى اللي شي وحدين الله يهديهم كيعايروني، ولكن الله يهديهم كنطلب الله يهديهم. عيطت عليا والبارح حتى تبكي، قلتي لي بقات تسبك شي مرا. ما حاساش باش راكي حاسه. هاد السيده كانت خدامه في ريستورون، نظموا للريستورون قال لها بانها يتزوج بها، دار الزمان حسبها اختك، حسبي ايتها الام بان وقعت لبنتك ولا وقعت لك. صدقات هاد السيده غادي تحمل منه، من بعد ما حملت منه جا زمان كورونا سد الريستورون ديالها وقال لها سمحي لي راني بولادي. كانت غادي تولد في الزنقه بالفضل ديالكم، ها هي هي تبارك الله الحمد لله، هاد الملاك اللي تنتمنى وراكم ساهمتوا الحمد لله، ساهمتوا حتى نتوما فرف هاد الملاك يخرج للوجود، يخرج في واحد الدار مستوره من بعد ما هاد السيده كانت تبات في العارة. شكرا للسيد باشا المدينه والسلطات المحليه اللي فورا اننا خبرناهم بهاد الحاله الاجتماعيه انهم جاوا وحضروا معنا، ولكن شكرا لكل واحد تدخل مع هاد السيده في الرقم ديالها الخاص وتعاون معها، وها هي الحمد لله هالحليوات الحمد لله في زمن كورونا. حاولنا باش اننا نكونوا غير انا وانا بوحدي، لان ما يمكنش نتزاحموا، وتعرفوا لانفيكسيون تقدر هكا وهذا الزمان. شنو بغيت تقول لخوتك المغاربه؟ قولي لي خضر. شكرهم بزاف. هضري مع ماما. شكرهم بزاف، نقول لهم عاونتوني الله يعاونكم، الله يحمي الوالدين، كل واحد الله يعفو عليه الله يوفقه. ما نويتيش غادي واحد في ثلاث ايام تكون عندك دارك وتولدي فيها؟ ما نويتش. راه الناس يدعيو معاك، قالك على سلامتك يا حبيبتي، قالك مبروك الزياده، كثر خير الواحد، كل واحد عاوني الله. وفي خبرك بين جاب رزقه، وشوفي هذا الحمل هذا هو جاب رزقه، كنتي غا في الزنقه غتتباتي غا في الزنقه مليوحه، وها هو الحمد لله راه جاب رزقه وتنتمناو به. راه التليفون ما تيتصلوا بك الاخوان، ها هو دابا جاب رزقه، ها هو باه الحمد لله يقدر حتى هو يشوف هذا الفيديو وينعل الشيطان ويجي ويعترف بولدو، علاش لا؟ بشرى البوزياني السلام عليكم. اختي فكفاعله جمعويه كعضوه ديال جمعيه الرحمه للرعايه الاجتماعيه،
انتم تبنيتوا هذا الملف هذا، والحمد لله اختي تبارك الله عليك من هذا المنبر، وتنتمنى الاخوان انهم حتى هما يدعيوا مع الاخت بشرى لانها من ذاك النهار ربما ما تفرقاتش معها. عاودي لي بشرى من ذاك النهار. بشرى عذبتها معايا مسكينه بزاف، كنتمناها تسمح لي. لا مرحبا اختي. عذبتها معايا بزاف، داتني عوماتني، داتني للسبيطار، تعذبات معايا. باقي حد الان حتى النعاس ما كتنعسوش مزيان على ودي. كنطلب منها تسمع لي وتنشكرها بزاف، تنقول لي نرضوك شي ساعه الخير ان شاء الله. ها غادي تعقلي على الخير ياك. عندك بشرى شنو الرساله اللي بتقولي بشرى وانت عشنا هاد 3 ايام ولا مش عندها 4 ايام ولا 5 ايام وحنا يوميا مواكبينها في تواصل مع هاد الاخت؟ والحمد لله هي بضراء اخواني، كلشي الحمد لله، الخير موجود، الخير شاط. وشوف لي عاوتاني. واه وا سيدي انت يا بدويرت حتى الكوزينه قادينها بسم الله. الكوزينه مقاده مصوبه الحمد لله بالفضل ديالكم. هاد المراه اللي كانت مسكينه غير في الزنقه كانت غادي تولد في الزنقه، ربما بشرى غادي تحاول تقربكم كي كانت عايشه هاد المراه والاطوار اللي دازت. هذا اختي بشرى اللي لقيت انا فاش النهار جبناها هنا للدار، كانت ان هاد السيده هادي متازمه نفسيا، حست بالحقره، حست بانها بوحدها بعد ما دخلت على عائلتها، بعد ما انها كانت كتبات في الزنقه. فاش جات لهنايا لغد لي عومتها، جاها الوجع، ديتها للسبيطار، يعني من 7 الصباح وحنا في السبيطار حتى ولدات. ولكن الحمد لله كانت صباره، رغم كاع الظروف كانت صباره، الحمد لله تيسرات الامور. كذلك بغيت نشكر الناس اللي تواصلوا معها واللي عاونوها ولو بالكلام الطيب. وبغيت نشكر الاخت ايمان اللي وقفت معايا حتى هي، ومشينا جبنا الدواء ورجعنا. وكذلك واحد الاخت سميتو حسين كنبغي نشكرهم بزاف، والاخت اسماء عزيم حتى هي كنبغي نشكرها. وكذلك ما ننساكش انت الاستاذ حسين، كنتي واقف في التليفون امضره ياك ما تمحنات ياك ما هديك ما هديك ما خاصها شي حاجه. فبغيت هذا واحد النداء للاب ديال الطفله هذه، تنبغي نقول ليه راه كتبقى بنتك، طلعتي نزلتي كتبقى بنتك، كبرات كتبقى بنتك، باقا صغيره كتبقى بنتك. واللي كيسمح في الفلد الكبير ديالو اشنو غادي يقول الله؟ وحنا في زمن كورونا والمرض كيدور والموت كدور، اشنو غادي تقولوا الله اللي سامحين في ولادهم؟ فهذه واحد الرساله كنقول لهم، يا ريت يصحى الضمير ديالكم وتشوفوا لولادكم، خاصه البنات كيفتحوا الباب للجنه للاباء ديالهم. فكيفاش ان اعطاكم خاطركم انكم تسمحوا؟ بشرى غادي تحاول الرساله اللي بغيتي تقولي ديال الاستغلال ديال العنصر النسوي من طرف وفي الاخر تكون ضحايا ديال هذا الجنين اللي يكون ما تدخلنا وتدخلوا الاخوه المتتبعين، لكن المصير ديالو انه راه مليوح في شي مزباله في المزابل. وكنشوفوا بان هذه الظاهره ديال رمي الاجنه في القمامات، الظروف الاجتماعيه اللي ربما هذه المراه مسكينه كون راه هذاك النهار لقيتها في ذاك الكديه، راه ربما ما كملاش 12 ساعه باش هزيناها ولدات. راه كون ما مشيناش ذاك النهار اخواني، راه هذا الجنين هذا اللي بالفضل ديالكم ها هو خرشه في النور. اذا فيد في يد في الاعمال الاجتماعيه بحال الانسانيه هكذا. والاخت بشرى في الاستغلال ديال 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 العنصر النسوي، وخاصه هذه الظاهره اللي كنشوفوا اختي بشرى. فعلا كاين واحد ما كان غاديش نعمم، كاين واحد المجموعه ديال النساء اللي تيكونوا ضعيفات، ما كيلقاوش واحد الحنان في عائلتهم، كيلجؤوا للاشخاص اللي كيوهموهم انهم غادي يعوضوهم على كاع المشاكل ديالهم، وانهم غادي يكونوا معاهم. هذا في الاخير كيكتشفوا هاد النساء هادو انهم ضحيه ديال الغش والاستغلال وكيرميهم. فهاد الذئاب البشريه تنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ولا كيف غدا غادي يجيب الله اللي غادي يضحك على بنتك او لا على اختك وما تعرف حتى مرتك. انت اختي كتعيشي واحد النهار اللي واحد النهار في حياتك اللي كتشوفيه من كنتي بدارك بخير وعلى خير حتى تلاحيتي في الزناقي حتى رجعتي لدارك. الحمد لله انت في دارك. شنو الرساله اللي بغيتي تقولي لاي وحده؟ وانت اللي قلتي عافاك حميد، شنو قلتي لي في التليفون؟ بغيت نبين وجهي. انت قلتي لي عافاك جي عندي، بغيت نبين وجهي، لان كانت اخواني راه بقات لها 12 ساعه باش تولد، وهي راه في واحد الجبل جالسه كتخمم. ولكن بالفضل ديالكم هذا الجنين، هذا الجمال، هذا الزين، هاد الغزال ها هو خرج للوجود، تبارك الله عليكم. شنو الرسالة اللي بغيتي تقولي لأي بنت في الاستغلال وأنت كتشوفي ضحية اللي كيولات كي كانت حياتك حتى رجعتها كيولات؟ أنا حياتي كنت عادية صافي حتى دمرتني لدرجة أنك نعم
واحد الاشاره اللي غادي يقول لك اش هاد الحناره هادي حنا امازيغيه ديال النفسات. يقول لك علاش ما درتي لهاش الزواقه؟ علاش هذا حنا ديال النفسات. وكنتمنى لاي وحده ما يغراتش شي واحد باش طيح في الدور ولا تحت فيهم انا. إذن إخواني راهو حنا في هذا الحجر الصحي، فما عليك إلا جلس في دارك، وهذه حقيقة بدون مقاس، حقيقة بالإرادة ديالها، شابة اللي كتمتع بكامل قواها العقلية، شابة اللي تصور يا إخواني لأن تلعى إلى ديالها. ولكن الحمد لله حنا ما تنقشوش إخواني واش حلال واش حرام أو لا، هذا تنقشو المحاين ديال المغاربة في زمن كورونا والإنسانية اللي تبتوها الحمد لله المغاربة في هاد المحنة اللي كتمر منها البلاد. هذه غير مجموعة ديال البنيتات فيهم فكيني في واحد الجمعية إنسانية هنا المقر ديالها في خنيفرة، تيحاولوا خطرة يديروا مثل هاد الأعمال اللي هي كتبان أعمال ما كتصرف عليها والو، ولكن شنو هو شنو انك تتحاول اخي تتكون السبب ديال هاد الملاك انه يخرج. اخواني راه الله عطى الملايين والملاير لمشحال واحد، ولكن حرموا من الانجاب، وراه تتلقاه خاسر الملايين باش غير تحمل، ودوز مرتو لكاع الدول باش غير تحمل، لان هذاك روح النفس ديال الله سبحانه وتعالى، روح غتخرج. ولكن ها هما حنا كنشوفوا بان هاد النعمه اعطاها الله لبعض الذئاب البشريه اللي كترد منها مجرمين يا اخواني، وديال المحيطات ديال الاحياء الشعبيه، راه حيت كتقرب على اي مجرم كتلقى مسكين الاغلبيه ديالهم ان كنتمو ضحيه في من كانت ضحيه مثل ما غادي ما وقع لهاد الملك. فيدا في يد ان شاء الله غادي نبقاو مع هاد السيده هادي، وكنتمنوا تفاعلوا معها وتصلوا معها في التليفون، ونحاولوا اخواني نديروا هاد الاعمال الاجتماعيه ونخليوها تهضر معنا اختي. نعم نهضري اختي، هضري مع خوتك. شكون كنقول تنشكر كل عاوني، وحتى اللي غير اللي عيط لي وقول لي غير هضره مزيانه راه كيعاوني. عيطوا عليك سبوك؟ سبوني بزاف، عيون عيالات ورجال وبزاف ديال كاين اللي تيقول لي سرك داكشي اللي وقع ليك، كاين اللي تيقول لي فين كنتي، كيقول لي واحد شنو كيقول لي. ما حاسينش بالمزود غير اللي مضروب به. ولكن الحمد لله كاين الناس اللي ساعدوني بزاف، خرج المهم عاونوني بزاف، كاين اللي عاش معايا كاع في الظروف ديالي. مازال الانسانيه ولا ما بقاش؟ الحمد لله بيني وبينك كنتي خرجتي من فوق الجبل، كنتي غادي كنتي جالسه تتخمي فين كي غادي ديري تقطعي السره كي غادي تقطعي، انا كان ما عارف فين غادي تشدك. راه 12 ساعه الله يستر كون تعطلنا غير شويه راه كانت غادي لا ربما في ديك الخيريه او لا في الباب ديالها او لا في داك في ديك اللوتيسمو. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مازال الانسان يا اختي مازال باقا بزاف. وتنشكرك اخويا حميد بزاف، انت هو السبب في هذا الشيء كامل. الله هو اللي كيبغي شي حاجه، وكني نتا هو السبب في هذا الشيء كامل. شكرا بزاف، تنشكرك بزاف، وتنشكر كاع خوتي اللي عاونوني. اذا هذه رساله لكل بنت، لكل ام، لكل اب، لكل شاب. عندك اختك تطيح في حال هكذا، حاول انك توعيها، حاول انك اختك ما تخليهاش هي في الدار ما خدامه ما ردامه وهي مخصوصه، حاول اعطيها هذيك 400 ريال ديما في جيبها ولا مال الفرنك ديالها مسكينه حتى هي، غير باش الا تشهد شي حاجه عندك مول الباتيسري باش ما يدوخ عليها حتى شي واحد. هذه نصيحه بطريقه ولاد الشعب، لان الغايه من هذه البرامج ان الحمد لله لا بقى الحوار والتعاليق ديالكم والدعاء ديالكم تيدل بان كاينه انسانيه. الله يهدي غير شي مسؤولين، أما الإنسانية كاينة في بزاف د المغاربة. ما نويتيش غادي تولدي وبدا تحني لك بشرى وعاوتاني ها؟ قولي دابا صافي نساو الهم دابا، راه دابا اليوم السبوع الحمد لله. نعم؟ لا ما نويتيش. قلتي لي اعز وحده في حياتك تبرات منك وهي تسبات لك باش تخرجي للزنقه هي الاخت ديالي. ما كاينش ما عرفاتكش حتى دابا، حد الان باقي ما سول فيا حتى واحد فيهم، حتى واحد فيهم في راسو حتى واحد باقي ما سول فيا، حتى من الام ديالي ما سولتش فيا. ما تبكيش علاش ما سولوش فيك؟ ما نعرف، ما رحمك حتى واحد.
صحاباتك؟ ما كاين لا صحابات لا والو. كي تفاجات ياك اختي؟ كي تفاجات صحاباتك فاش كتكون بخير وما فاش كيشوفوك طاحتي في مشكل ما ولا واحد تيقول انا راسي برضه ازار التليفون على التليفون ما السهره ديال الحنه سمحوا لها راه دايره الحنه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. سلام سيدي بخير؟ وي خويا بخير الحمد لله بارك الله فيك. دا واحد الدري من برشلونة. نعم نعم خويا. فين الصوت؟ الصوت مشى هنا. فين تيديروا الصوت؟ عنده هو ناقص عنده. لا الصوت ناقص عندك اخويا. شي واحد هو من برشلونة. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لالا. نعم لالا. عاودي راه ما سمعتكش. نعم اختي. لا هاد التليفون ديالها هاد التليفون غير ديالها لحنا مسكينه راه اليوم السبوع ديالها وحنا كلنا دابا راه اكثر من 20,000 مغربي حاضر السبوع ديالها. على سلامتها. على سلامتها يطول عمرك اسيدي. شكرا على داكشي اللي درتو معاها. بغيت نهضر معاها الا كان ممكن. هاكا هي هي لان راه دايره هي. هاك قربي لها التليفون دوزي. السلام عليكم. لاباس اختي ربي يخليك. كلشي مزيان انت مزيانه الحمد لله اختي. شكرا الحمد لله. انا سلامتك الحبيبه. شكرا اختي سول عليك الخير. بلاتي واحد شويه واخا كاينه في خلف رايك. انا كاينه في اكادير ومرحبا بك الا بغيتي تجي عندي انت والبنيته ديالك. مرحبا بك. شكرا اختي ربي يخليك. شوفي حميد نشوف الشيء اللي وصلك عندي. مرحبا بك انت والبنيته ديالك. شكرا اختي ربي يخليك. الا ونتمنى ان شاء الله يفك الله هذا البلاء وها هو الرقم ديالها عندك وتواصلوا مع اختكم دابا. انا كاينه في اكادير ياك. انا نعم. بقيت في ديك البنت بزاف بزاف ويلا بغات زعما ما كرهتش لا دابا راه مزيان اختي راه دابا دابا راه جبنا صافي دبرنا لها على الدار صافي راه خلصنا لها مجموعه ديال الشهور خلصنا لها 4 شهور بعد هاد الكرا بعد تتفوت هاد المحنه وتا الرافيتايمون ديالها على قد الحال راه عندها وها مازال الاخوان تيتصلوا بها وراه الرقم ديالها حنا ما تنعطيوش الرقم ديالنا كنعطيو الرقم ديالها مسكينه هي وراه الحمد لله تيتواصلوا معها والله يهدي شي وحدين تيعيطوا لها في الليل ويسبوها مسكينه ويبدا يخدشوا فيها حيت عيب. بخاطرها ولا حشومه داكشي هذوك اللي عندهم كاع ما تسوق اليوم ما تبقاش تهضر معاهم كاع. انا والله ما كرهتش كون كانت زعما الطريق مشلوله. انا اللي نجي نجيبها وانتمنى. وانت تواصلي معها راه كاين الرقم ديال التليفون ديالها وتواصلي معها اختي يدير الله الخير ان شاء الله. الله يجازيكم بالخير. شكرا شكرا اختي. شكرا شكرا. غادي نبقى نعيط لك ديما ان شاء الله في تحيد هذا الشيء. شكرا 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 اختي. شكرا الله ينزل علينا الرحمه من عنده. اللهم امين. اللهم شكرا شكرا. يلا الله يعاونك. سلام على اختي. علاش تبكي انت؟ علاش دابا؟ واش عندك خوتك؟ راه عندك خوتك دابا الحمد لله. الحمد لله. شنو بغيتي تقولي للبنات؟ كاينين الصحابات في هذا الزمان؟ لا ما كاينينش. لا دوزتي الخير معهم شحال من وحده؟ بزاف بزاف. دوزتي بزاف د الخير. حيت زلقتي هاد الزلقه كلشي من اول حاجه واخواتاتي وتقلبوا عليا. الام ديالي تقلبات عليا. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم سي حميد. اخويا بخير هانيا؟ كيداير هانيا؟ بخير كلشي الحمد لله والشكر لله. كنشكرك بزاف على داك الخير اللي درتي
نتوما اللي درتو الخير، انا اش درت؟ نتوما هما اللي ولاد الخير والمتتبعين الكرام هما اللي داروا الخير. اللهم امين. الله يحفظك وتعدو. راه هي مسكينه اللي قالت لك عافاك دوزني بالكاميرا، لان مسكينه بغات توصل حتى المعاناه لاي بنت يعرفوا باش ان الا طاحت شي في شي ذئب بشري فين كي تيدور الزمان، هي دابا كلشي تبرى منها. ايوا الحمد لله ولله الحمد، الحمد لله منين تفكي الواحد ديالها ويمكن وجزاك الله خيرا خويا حميد. الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم. ايوا لالا في لي كومونتير شدو فيا، سلام المتتبعين بشرى شدو فيا في لي كومونتير داك النهار بقيتي فيا وتنقول لك عافاك مامانو عافاك مامانو. سلام عليكم. يا شدو فيا حيت كان فيك الوجع تنقول لك عافاك مامانو. ايوا قبطوا فيا في لي كومونتير. الو الو السلام عليكم. سلام اختي، تحيه للجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر. لاباس الحمد لله الحمد لله. واخا اختي اش من بلاصه في فرنسا؟ راني في لي. كي داير الاجواء تما في فرنسا اختي مع هذا الوباء هذا الله يهز البلا؟ مزيان الحمد لله الحمد لله كلشي مزيان بارك الله فيك اخويا كلشي مزيان الحمد لله. وشنو الرساله بغيت تقولي لخوتك المغاربه اختي مازال تيدوروا في الزنقه رغم الخطوره تاع هاد؟ والحمد لله وقلوبنا معكم. ها هي غتصيفط لك تصيفط لك لي دوني ديالها اختي حيت سال البرنامج وتتعيط معك اختي. واخا شكرا شكرا لاله، شكرا للجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر، شكرا لهاد السيده مسكينه اللي متصله من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بارك الله فيك. اللهم امين. اللهم امين. هي كاينه في خنيفره في كازا. ها هي راه غادي تواصل معك هاد الاخت بشرى، راه دابا مسكينه هي هكذا وديك الساعه وكاع اي معلومه على هاد السيده وتعطيها لك لاله. والله يتقبل. هالرقم ديالها هو اللي حاطين حنا، ما علينا ان حنا غير دعيو معنا لله. حنا الحمد لله فرحنا فرحنا بهذا المولود. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شكرا لله. الحمد لله مازال ولاد الناس مازال الخير. وان شاء الله نتمنوا الناس يدخلوا لديورهم ويوقف هذا الحظر هذا الحضره لاله، ونجي ان شاء الله حتى لعندكم مع كاع. اه تسافري معايا نديو الفريشه ونمشيو. اه ان شاء الله ان شاء الله لاله ان شاء الله. بطول عمرك شكرا يا سيدتي، تحيه لهاد السيده من الدار البيضاء وتحيه لكم حتى نتوما. اليوم راه عندنا السبوع سيدي، هاكو هالكاطو ديالكم راه صحاب ما كبرتش بينا. واخا هكاك الاخت بشرى راه قامت بالواجب، واليوم احنا تاع دابا السبوع عرفتي شحال مغربي عندك في السبوع. وصحابي ما عندكش خواتها تسكرا اكثر من 40,000 واحد راه حاضر معاك دابا تيشوف فيك. اه الحمد لله تعمرك ما تخيب ربي بكيتيني. الحمد لله. بشرى اخر كلمه غادي نقدم شكر للسلطة. نوقف اختي بلاتي نشوفو هاد. الو الو الو. وعليكم السلام. عليكم السلام. الحمد لله لاله بارك الله فيك. حامد هذا الو لاله. لاباس ولدي كيف داير؟ لاباس الحمد لله.
آه يا مسكينة، راه زوينة. الله يسر أمرك أولدي، اللهم آمين. تبقي مع الناس، الله يسر أمرك، اللهم آمين. الله يحفظك أولدي حنا، كيبقى لا راه وليداتها هي البنية، هي بنتكم وبنتنا، هي الحمد لله بخير، هي ناعسة، راه عاد هي فوق القرآن وفوق الراس ديالها الحمد لله. إوا هي ما تتحني اليوم، إوا الحمد لله. لا ما غير المكالمة، غير الهضرة الزوينة هي كلشي. راه مسكينة حتى كانت غتولد في صغيرة في الزنقة في واحد الخلا مسكينة، لقيت أنا في واحد الجبل غاتا تخمم مسكينة، وها هي الحمد لله بالفضل ديالكم احنا درنا، احنا مدوزين معاها اليوم السبوع. مالنا احنا لأن الظروف ما يمكنناش الظروف، إذا كاين غير أنا بوحدي وهاد السيدة تدي لها الحنة ديالها باش مسكينة تحس براسها حتى هي. راه نفيسة، راه شحال من مرة الحلم ديالها هي هاد اللحظة، وتنتمنى الله يعفي أي وحدة ويفك صراحتكم. نعم ايوا الحمد لله. ايوا دابا راه هي دابا راه مدوزه اسبوع مع مجموعه هاد المغاربه كاع، راه احسن اسبوع كاع مدوزه هي اليوم. مالها راه كاين الحمد لله، وهي راه انت ها البنيه الصغيره راه شرينا لها هادي فاش بدات تسكت ما تبكيش ياك. اه اياتي مالا سيدي، يلا الكلمه اللي بغيت تقولي اختي بوش على الناس. بغيت نقول بعدا شكرا للسلطات المحليه بشخص الباشا ديال مدينه خنيفرة اللي فور سمع بهذه الحاله هذه وقف على رجليه وبقى مواكبها. وكنبغي يقولوا لك لا مبروك، عاوتاني شي واحد معيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم سيدي. على لا سمحي لي. الله يحفظك لالا، بارك الله فيك. نعم. واهم شيء هو الابنيه الطلابيه بزاف بزاف، وعافاك يمكن نعاونك شي حاجه وتبقى لها. ها هي حيت سالي وغادي حيت تسالي وعيطي على هادو كاع البنات مساكن اللي عيطوا عليك، وهي غتواصل معك اختي في الرقم ديالها النيت. ها هو هذا راه تليفونها. شكرا لالا، وتا هي عرفت بين دابا راه عندها عائلتها ومشحال من ضيفه راه عندها في الدار راه قيامه. الحمد لله في طول عمرها ان شاء الله، ونشوفوا هذه البنيه ان شاء الله شي مستقبل اللي ترد لها. الله يعطيك الصحه. شكرا اختي، شكرا اختي. الله يكبر بك، الله يكبر بك، الله يكبر بك. لالا بوسطى. نعم رنا. بغيت نقول للناس المتتبعين ديالك استاذي، ما ينساوش هذه السيده هذه، راه مازال محتاجه للمساعده، مازال محتاجه بزاف الامور، حسبوها اختهم وما ينساوهاش. شكرا، نشوفوا هذه المكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. خويا حميد الحقاني، تبارك الله عليك. الله يحفظك. كنشكرك اخويا. مرحبا بك سيدي، عندنا نفس السبوع سيدي، هاك هزها القط. مرحبا بك. الله يحفظك، نشكر ديك السيده الطيبه بشرى اللي تعاونت مع ديك السيده. الله يحفظك. تنعاهدوك اسيدي، لا صافي الحولي ديالها على قد الحال، صافي راه كاين. ايوا بعدا غير باش نسميو البنيه باش تاهي مسكينه عاوتاني، لا بدا ونسميو واخا هكاك، واخا كورونا حنا تنتجراو طبقا القانون، ما كاين لا جوقا لا والو، غايا انا وياها وبشرى في الدار مساكن، ولكن الحمد لله هي مجموعه من الاف المغاربه هما حاضرين معنا السبوع. والله يحفظك خويا، شكرا خويا حبيبي، وانت تتواصل معاه في الخاص. انا من عادي ان شاء الله باش نقص بالله نمشي معنا نمشي في شي وافق باش تتربحك ان شاء الله نتعاون معاه. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. وما نعرف دابا راه مازال نخليو لها الاختيار. شديت فيها قالك لا قول يا سميه كلشي قص الرحمه. خليو حتى نكونوا جالسين، خليو هذيك السميه حتى نديروها مفاجاه، يا خليوها السميه حتى تكون مفاجاه. الو ديال مولوده ديال حر ديال جمعيه الرحمه، والاسم غادي يبقى اختيار. اي هذا مولوده الرحمه الحمد لله. الو والسلام عليكم. مبروك مبروك، مرحبا بك سيدي السبوع سيدي هالقطو اسي الحق النش. الله يحفظك خويا نور الدين. الله
نشكرك على شيء بس نعم نعم الله يحفظك اخويا بالفضل ديالكم اخويا بالفضل ديالكم وتنبينوا للعالم ان الانسانيه مازال بكل فخر وهذه الحاله هذه هي خير دليل في واحد الوقت اللي العالم تيدوز واحد الازمه لكل شيء ولكن الحمد لله هي هذه المراه ما ولداتش في الزنقه كحاز اللايف من حداك كحاز اللايف من حداك اذا اخواني فرجاء حتى شي واحد ما يجرح شو ما عليكم هو هذا السيد من مدينه مراكش يناشدكم تيقول لكم عفاكم نعتبروا اختنا وحنا اليوم تنعيشوا واحد عيد الاسبوع ديال هذه البنيه الصغيره بكل فخر الحمد لله مش حال المغاربه حاضرين معاك غادي تصغرتي ها قولي قولي قال هضري مع خوتك هضري مع خوتك راه بغا يسمعوك اه الاحساس ديالك انت دابا ولتي شنو فرحت دابا الحمد لله نعم فرحت دابا فرحت بزاف فرحتي بزاف بزاف حنا فرحنا بزاف والمغاربه كلهم فرحوا بزاف الو السلام عليكم اسيدي اخويا الحمد لله الحمد لله في عز كورونا ما ولداتش في الزنقه حنا مالنا الحمد لله كاينه انسان يا خويا الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر شكرا اش مدينه خويا كازا تبارك الله عليكم اوصي وصي صحاب كازا يدخلوا للديور يلاه سيدي باش نتشوفوا ودابا حنا بغينا نديروا كاع بغيتو غير ديروا الخير وما قديتوش حتى توصلوا عند سميت الاخت سميت خديجة اختي خديجة جنوب شرقي المهم مبروك عليها وراه ناكلوا الحلوى المهم راه شتي الحلوى وحلت لينا ها سيدي ها الحلوى ديالكم هاد الحلوى سيدي ها هي هذا اهداء لكل المتتبعين وكأن كل واحد يجز حقه الله يحفظك الله يعطيك الخير شكرا خويا الله يحفظك تحية لك سيدي تحية تحية شكرا لك بزاف الله يحفظك الله يحفظك حتى حنا دابا راه عايشين السبوع اليوم دابا راه حنا عندنا الضياف ياك اه شحال من واحد راه عندك ديال الضيافه نعم واحد احلى كذا حتى حنا راه عايشين معاك ولا تحلل معاكم شكرا 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 خويا شكرا يلا طلع الزي خويا حبيبي سلامه خويا سلامه سلامه تحيه 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 ها تيصونيو الناس حتى تبلوكا التليفون اختي نورا ماشي شحال من واحد دابا بحيره دايرين عليك دابا هنايا 40000 واحد وانت يا لاله الوسطى شي واحد يعيط من في مدينه من ربما فرنسا نشوفوا فرنسا الو الو سمعكم الو السلام عليكم نعم ولا ترد لي لقاتها هي تعيطي لها بشرى تعيطي انت لهاد النوامر هاد السيده مسكينه من فرنسا قالت لك عافاك حتسالي وعيطي لها شوفي حتى سالي البرنامج وعيطي لها راه غتكون معها بشرى راه تجيب لها الماكله نعم لا لا نعم ها هي غادي تعيطي لها واحد من الساعه من مر البرنامج وصوني عليها شكرا اختي شكرا اختي اذا تحيه للجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر يلا غادي نشوفوا اخر مكالمه راه كلشي كيصوني ما خاصش الو الو السلام عليكم وعليكم السلام اختي قبل ما تبدا يا بعدا يلا ندوزوا الكاميرا جيت الحلوه باش تهزي حقك ها الله يرحم ويسترك ولا تهم بركه مسعوده عليها بنيتها ولا وليدها بنيتها درب فيها مسكينه اللي في كاربي بالخير نعم لالا كنت نتبعكم في اليوتيوب حتى دابا حتى حطيتها في البروفيل بحالو انا نقول ندخل نبارك ليها الله يحفظك ولنا الشرف اغرى الحمد لله حتى المعنويات ديالها مسكينه كتهز من بعد ما كانت عايشه واحد الكآبه واحد الضغط من بعد تلاحت الزنق الحمد لله والشكر لله بقيتني واش من مدينه مدينه تراشيديا
رشيدية تحية لكم أختي يا زون سيدي ربي غيفون. شكرا اختي تحية لكم، أن بدونكم لا أساوي شيئا. الله يحفظك لالا، ميرسي لالا، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. شكرا 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 شكرا. نزيدو شي، نزيدو عاوتاني شي، نقول لهم مرحبا ولا بركة عمرات الدار. عمرات عمرات الدار تضحكي. نشوفوها لالا والله على هولندا هادي. أهلا وسهلا معكم أخويا. بخير هانيا. هانيا اسيدي كندير كل هاد الوقت هادي ما جاكمش مبارك ونسوي، راني نتفرج في التليفون لايف الاخراني دابا معاك ديريكت. الله يحفظك حتى هي ياك. شوف حبيبي الراجل، راه حبيبي قالك الله يحفظك. صافي دابا تحكي، دابا صافي حيدي التغوبيش عليا دابا. نعم اسيدي. قلت لا نعم اخويا، قلت لها راه كاين الخير في المغاربه الحمد لله، كاين الخير. نعم الو خويا، اش من مدينه، اش من دوله خويا، اش من دوله؟ انا في المانيا. المانيا والله يرفع الباس اخويا، الله يجمع الشمل. امين يا رب العالمين. الحمد لله. ندوزو الكاميرا انت تزحقك الحلوه ياك. يلا سيدي هذا اهداء ليك انت. هذا التليفون ديالها، التليفون ديالها هذا فاش تعيطوا. يلا حبيبي الله يحفظك خويا. يلا تصفتي مع خوتك المغاربه، مازال تيتصلوا اخواني. نوقفوا بالف مبروك. اذا كل واحد يقول الف مبروك من العيب والعار. ما تدعيش على هذا الملك، لا ذنب له، لا ذنب لهذا الملك. الذنب الوحيد انه تستغل تمه من طرف ذئب بشري ما فيهش الرحمه. شحال هاد من حاله وراء الستار، شحال من وحده تغتصبت، وخاصه العمال العاملات كي تيتعرضوا للاغتصاب من طرف بعض أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات، فسامحهم الله ولا الله يشد الحق. هذه الحقيقة. نشوف واحد الأخ ربما السعودية، هذا مسكين راه تيصوني كاع. ألو أخويا. السلام عليكم سيدي. بخير نسى حميد؟ بخير لاباس عليك؟ هاني أخويا الحمد لله. مبروك مبروك اخويا بطول العمر ان شاء الله لهذا البنياده، والله يشد الحق، الله يدخل عليكم بالايمان والصحه والعافيه ان شاء الله. اش من دوله اخويا؟ انا معك معاذ من مدينه قنيطره وعايش في الامارات. في الامارات تحيه لك اخويا، والله يجمع الشمل. ندوزو الكاميرا انت تزحقك الحلوه ياك. يا توحشنا هذا بارك الله فيك. حط داك البرد ديما. وي خويا دابا راه اليوم عندنا الاسبوع، حنا راه ناشطين اليوم. دابا راه عندنا الاسبوع خنيفرة، راه اليوم كان ناشطة اليوم، لأن عندنا صفر حالات كورونا. تنتمناو هاد المقياس يكون عند جل بقع العالم، وعاوتاني عندنا هاد البنية ديالنا محتفلين بالاسبوع ديالها. ألو ما سمعتكش خويا، أنا بلاتي ما سمعتكش مزيان، عاود لي خويا. الو شنو شوف لي هنا بلاتي باش غير ندير داخل الهوبرلور تيمشي ليا بلاتي اختي. الو شنو قلتي لي اخويا؟ قلت لك انا غنهدي له احسن حاجه من عندي. شنو يا سيدي؟ شي دعاء الله القران ان شاء الله. شكرا خويا الله يحفظك، ودعي دعي دعي انت ان شاء الله. الا قريتي غير واحد شي شويه على هذا الملك من تما ربما الصوت ديالك. شكرا حبيبي الله يحفظك اخويا. الو مشى الصوت. نعم بسم الله. اذا اخواني نصنتوا لهذا الاستراحه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
شكرا أخي، هذا إهداء من أحد المغاربة الجالية المغربية اللي مقيمة، كان أحلى إهداء، وهو بدلك الصوت الرائع الآيات القرآنية لهذا الجنين لهذا الملك اللي الله يجعله إن شاء الله يخلف لك كل ما ضاع. ألو خويا، ألو، نعم سيدي، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا خويا، الفتحيه لك، حتى الفتحيه لك، شكرا حبيبي، شكرا. نعم الله يحفظك اخويا، الله يحفظكم حتى انتم، حتى انتم الله يحفظكم. اذا اخواني اعتذر الاخوه اللي راه ما جاوبتهمش، لان كاين ضغط على الاخت، كاين ضغط، كاين ضغط الهاتف، وهذا دليل على الانسانيه ديالنا. الو، وعليكم السلام. الله يحفظك اخويا. اقول لاختي بنت بلادي بنت خنيف، انا ولد خنيف، على سلامتك، على سلامتك بزاف بزاف، راه مقاسينا بزاف بزاف. دابا فضري مع خوتك، دابا هضري هضري، حيدي هذاك، حيدي شويه هذاك، دابا هضري معاه، ها هو تيسمعك، يلا هضري مع السيد هاك، هاك يا قربي لها بشرى انت التليفون، تهضر مع الناس، هضري مع خوتك انت. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيداير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. على سلامتك، على سلامتك بزاف بزاف. الله يسلمك وينجيك، شكرا. انا بغيت نسولك، انا بالضبط فين راك كاينه؟ حيت انا ولد خليفه وخدام في طوال. لا انا في اكلموس، ودابا راك راه وليا في هي الاصل ديالها من اكلموس، ياك اختي زيدو اكلموس جديد، هي الاصل ديالها من انا وحيد اكلموس. قلتلك من اكلموس، الاصل ديالي من اكلموس. في خنيفرة في السونتر. المسيرة السفلى. المسيرة واحد. المسيرة السفلى. المسيرة السفلى. ان شاء الله ان شاء الله اخويا. شكرا، مرحبا بك، الله يخلي الوالدين. ان شاء الله حبيبي نو. أكي يحفظ ربي يوما، أكي يحفظ ربي يوما، الله يحفظك، شكرا خويا، شكرا، الله يحفظك، شكرا، ميرسي 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 ميرسي. إذا إخواني كاين ضغط، كاين ضغط حقا والله، إلا كاين ضغط كان الإخوان دابا ربما هنا من فرنسا مسكين تو. ألو، ألو، السلام عليكم. أختي بخير لاباس؟ الحمد لله. كبيرين؟ الحمد لله. أش من دولة يا لالا؟ فرنسا. فرنسا ميت عنام، صحة لاباس يستهنا. والله يحفظكم. ايوا مسكين، هات لا واش استما استدار في النشي شويه بعدا يستدي ربي، ادريتي فهم ربي، ادريتي ربي، والحمد لله. الله يحفظك يا لالا، كيما يحفظ ربي، كيما يحفظ ربي، هذه يجمع ربي الشمل. نعم نعم ايوا، ان شاء الله باش ما نفيق فيها الزهور ان شاء الله. كيما يحفظ ربي، كيما يحفظ ربي، يحفظ ورا وانما خلي. لا حفظكم. ايوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، كما يحفظ. شكرا لالا، شكرا لالا، شكرا شكرا شكرا. بشرى غادي تبوسطي انت مع مع الاخوان. ها هي بشرى غادي، حيت سالي بشرى غادي تصيفط لك ميساج فيه السميه ديالها. صافي يلا، شكرا شكرا لله، بارك الله فيك. اذا اخواني تبارك الله عليكم، مازال تابعني الطريق، ما سخيتش، ما نزيدوا هذه المكالمه. التليفون ما بغاش يرصي لالا. صافي قطعي يا خالتي، قطعي لالا، حتى الجيران هنايا كاين سواج ديما كيجيبوا. وي وي، هاني معكم. صافي لالا، الله يحفظك. شكرا لك. الو، اذا اخواني شيري لهم بسلامه. يلا شدها انت، شدها هادي، شي يقولوا دابا؟ اجي بشرى، هيا بشرى غتهضر معاك. بشرى، الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يحفظك. صافي جي بشرى لهيا باش تصفطوا معاهم. يلا اخواني، عندك انت ولا جلس ولا
زبان انت راه قلتي هذيك ديال الحرين واحد الجانب ديال الحرين انت اجي لهنا الو الو ها قول وي الو السلام لا صافي قطعي حتى نسى لي برنامج وهضري وتعيط عليك بشرى ما نسيتش حتى الجيران ديالي كنشكرهم بزاف هيك ما نساونيش ما خلاونيش بوحدي صافي لالا واحد تسالي وغتعيط عليك بشرى كنشكرهم بزاف هضري يا لالا هضري هضري كنهضري على حساب الجيران ديالي ما نساونيش ما خلاونيش بوحدي اذا شكرا حتى للجيران اخويا كيزاب بشرى ليه يلا تبارك الله عليكم خوتي كثير دابا ندير معاه شي تصويره ياك سير ليها باش راه دار البنيه بنيتك دابا انت هذه بنتي هذه وبنيتكم كاملكم او بابا يا بابا عندك غير شي واحد اه حميد داخل في الصباط راه غير حسي راه انا عافاك راه انا واش راه فرشنا تشدوا فيا هلا تبارك الله عليكم بطول العمر ان شاء الله صافي شي يقولوا شي يقولوا في الاسبوع هنا في الشتاء ما عرفتش شي يقولوا تكبر في عزها شي غنيات يقولوا في الشلحه دابا راه كلشي دابا معروف السماء اه هاي اللي يا كي قلبي يا واوادي سمعت سارات الدوليت يا راه تبارك الله عليك نشوفوا شي مكالمه اخرى وغادي نتصل مع خوتنا انا سامعك خويا كحاز التليفون حدا اللايف كحاز الو يا راه تبارك الله عليكم خوتي عشنا واحد اللحظات في الاسبوع اليوم هاك كلشي سيدي متتبعي الكرام كل واحد راه دارت له حقه ياك اه الحمد لله بوش راه هي اللي وجدات كل شيء اه بوش راه هي اللي وجدات كل شيء هي اللي دارت اه الحداقه بوش راه مسكينه هي اللي دارت كل شيء كنشكرها بزاف يلاه تبارك الله عليكم شيروا اليوم بسلامه الحمد لله خوتي يلا ها شي واحد راه تيعيط ها هما خوتك غادي يبدا يعيطوا لك حتى يعياو مازال تابعني الطريق تبارك الله عليكم خوتي يلا شي اخر كلمه السلام عليكم عليكم السلام اجي بشرى اختي السلام عليكم اخويا وعليكم السلام لالا معك امه من اسبانيا شكرا كي طالكم وبلاكوس الله يحفظك اختي الفضل ديالكم حتى نتوما الله يجيبكم بخير امين اخويا امين امين شكرا. الله يوفقك حميد اخويا الله يحفظك وراه شوف اختي فرحانين بديك العزيبه فرحانين بها بزاف الله يجعلكم طويلة عمر قدامها وباش ما تمناتها ان شاء الله يا ربي لا الحمد لله الحمد لله مسكينه الحمد لله بالفضل ديالكم ما غاديش نخافوا على هاد البنت هاد السيده مسكينه وتستمر هكا والله يشد الحق وهذا درس لاي بنت ولاي ام ولاي شاب الله ياخذ لها الحق ديالها هادشي اللي كنتمنوا له اخويا حميد والله يكتمن نتاعك وكنشكرك بزاف شكرا اختي العزيزه شكرا اختي العزيزه شكرا سلمي على الجاليه كاع المغربيه نعم بغيت اخويا حميد غير نتواصل هاد النمره ديالها عندي نعم نتواصل مع الاخت بشرى ها انتم غير تصلوا بها وهي غتعيط على بشرى بالنسبه للبروسيدير راه بشرى غير حداها ني تسكن حداها واخا بشرى الله يخليك غير مع هاد المراه ولا شي حاجه مسكينه هي في اسبانيا شكرا بزاف لالا الله يوفق علينا هاد الوباء ان شاء الله شكرا اختي الله يحفظكم الله يحفظكم تحيه لكم اذا خوتي الى مجد شكرا الله يحفظك اختي الله يحفظك الله يجيبكم بخير وعلى خير الله يحفظكم اذا تحيه لكم خوتي من بعد ما عشنا واحد الاسبوع اليوم ديال هاد الملاك اللي كانت غتولدو هاد السيده من بعد ما واحد ديب بشري استغلها لان كانت هي خدامه عنده في الريستورون نهار حملات الخبر في راسكم طلعت في الزناقي لقيتها في واحد الجبيل هنايا في النواحي تخنيفره مشيت عندها لقيتها حامله 12 ساعه الحمد لله ما كملاش ما بين اللايف اللي درت معاكم وبين حد النهار دبرنا لها على هاد الدويره ولدت هاد الملاك الفضل ديالكم ها هو هاد الملاك ها هو خرج للدنيا وتنتمنى تكون هذه درس لأي بنت وتكون درس لأي شاب وتكون درس إخواني اللي قلب هاد السيدة اللي عائلتها وما رحمتهاش وربما عندها الحق ألو ألو أوف ألو 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 أخويا ألو وي سيدي تنسمعك صحيح والحمد لله بارك الله فيك صافي الله الله اللي غيجازيك
الحمد لله اخويا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله، وحنا عشنا هاد اللحظات معها إنسانية في هاد الزمن ديال كورونا اللي شوف خويا تنتمنى الواحد ماشي يخاف من كورونا أو لا يخاف من الموت. واش درتي شي حاجة باش تلقى الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الاستعداد اللي خصنا نجلسو في ديورنا ونستعدو ونديرو الإنسانية بيناتنا. ها احنا الحمد لله شنو درنا؟ أنجيست، ها هي تجمعات الشمل ديال هاد المرة كاع، الشمل كامل. والله لو هاد الشيء تنديرو كاع والو ما تيقيلوكش كاع. خطره وبدات سبع اشباه الرجال وتلقاك واحد كيتي اول الهضره والله يشد الحق وتصاد. هذه الحقيقه اش نعطي الاعمال ديالي تطوعيه. انا ما عمرني ما درت شي لايف او لا شي ماده اعلاميه ديال شي واحد لاباس عليه كاع. تنمشي عند هادو هما اللي بغى يحج، ها هو الحج. هذه هي الحقيقه والله. هذه ما خلق. واخواني تحيه لكم، وتنتمنى اخر كلمه في خوك حميد العقاوي. يلا سيدي نمشي اصدق ما نبدا. الو السلام عليكم. دير الصوت دير. الو اختي. الو خويا السلام عليكم. الو سي حميد بخير. وما يدعني صحت لاباس كلشي بخير. الناس والله يبارك فيك يا اخي. اك يحفظ ربي يوما. دقيقة. هذيك السيدة وشكرا على المجهودات اللي تتقدموا لها. وشوفوا احنا معها حتى ان شاء الله تكبر ديك البنيوتة باذن الله. شكرا يا اخي، وانت من اول المتدخلين رغم ان راك في ارض المهجر اللي اتصلتي بيا اخي واللي قلتي لي خويا حميد نتعاونوا. ما خصهاش 50% حتى ديال هاد الدفعة الاعلامية. وكيتحمست مع هاد السيدة ربما راك شاركتي فيها خويا. هذه الحقيقة. شكرا. هاي تسمع لك شيري له نعطيه حقه القطو. عسير القطو انك هكذا هاي تاي. شكرا ناسي. تفاق ناسي بلاسة. الو وعليكم السلام. الله يحفظك. تانتا معروض معنا للسبوع. هز القطو اسيدي مالنا، مازال الإنسانية. شكرا. رحنا لله وما يكمل عليها بالخير. احنا الحمد لله هي محتفلة مع 40,000 مغربي حاضر في السبوع ديال هاد الملك. فليسجل التاريخ ان الانسانية كاينة فينا رغم هاد الخوف ديال هاد كورونا وهاد الشيء، ولكن الواحد تيحيد من ولاده وتيحاول باش يدير الخير. برافو الاخواني المغاربة. نعم شكرا خويا. اخوتي كاين المكالمات مازال تيتهطلوا. انت تتصل بها خويا نحيت يفوت البرنامج وتصل بها خويا ان شاء الله. يلا اخوتي. يلا اخواني، ما رايكم في بعض اشباه الرجال اللي خطره تيحاولوا ما يخليوكش حتى دير الخير؟ اجدر لكم هاد السيده الاشاره بان من الاراده ديالها وهي اللي اتصلت وحاولت تتصل مسكينه باش كتقول لك عافاك اخويا حميد اجي عندي اجي قبل ما يفوت الفوت. كاينه عيطي لي ولا ما عيطي؟ الو السلام عليكم. على لا واش انت معروضه عندنا للسبوع؟ واش انت معروضه عندنا للسبوع؟ فريمون فرحانه انا بزاف انني شفت هذا الشيء والله الا الدموع جاوني في عينيا. وهذيك السيده راه رزقها الله بديك البنيته. علاش تبكي اختي؟ مجموعه هاد المغاربه احنا اللي جا الحمد لله وكان خوت هضيرين بينات بالفضل ديالكم. الفضل ديالك والزين. وهات وشوفي الزين هات لالا والحجبان وي وي علم من اخر الزين والشعر. الله يحفظك لالا بارك. الحمد لله اثبتنا للعالم ياك في زمن كورونا اللي الناس تيتلفوا على الفلوس حنا مازال تنحيد الشعب. هاهي فاينا هي وحده راه غير تخزن هي من الكاميرا. والله شكرا لالا بارك الله فيك. اجي الحجه اجي. شكرا لالا شكرا لالا الله يحفظك يا لالا. يلا اخوتي تبارك الله عليكم كل شيء
كان معروض للسبوع وحنا كل شيء كان معروض للسبوع، مازال المكالمات ما بغاوش يوقفوا. موجدة شي عشاء ولا دايره الحنة؟ دايره الحنة. محمد محمد طلبوا لها، عيط لها في الخسر غتعطيك، راه قلت لها باش تعطي الرقم ديالي ماشي مشكل. قالك راه دايره الحنة مطنوطة سيدي، نبداو في الغشاء دابا، راه ما عولناش عليكم، ها اللي جبنا غير ها. باش السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك على الله، والله يحفظكم على الله وعلى البنيه وعلى الزين. والله الا فرحانين ليها بزاف. مبروك عليك، مبروك علينا كامل، الله يسخر ليها والله يسهل عليكم، كتوقفوا مع الناس. الله يحفظك على الله في طول عمرك انت يا اختي، ويسهل على بشرى حتى هي، الله يحفظها لينا. شكرا اختي، بارك الله فيك. لا لا يا ويلي، ملي معروضه حتى انت هزي الله على الكاس د اتاي ديالك ياك. دابا هاد الكورونا والو، تبقاو غير فدا. شكرا اختي، ياك معز ربي اللي سن مزيرتك، معز ربي الله يحفظك. لا لا اك معز ربي. الله يحفظك على العز. شكرا لفضلتي يرجع لكم اختي، لفضلتي يرجع لكم. شكرا لا لا شكرا. عرفتي عرفتي اش دير لي التليفون ديالك؟ حمقني حمقني حمقني. نخليكم يلا خلي هذا دابا هذاك الزين هو، دعيو مع الزين وتبارك الله عليكم. يلا جيري خوت المغاربه، فها هي في دارها بخير وعلى خير. احنا ثبتنا للعالم بان الانسانيه كاينه. هلا لا بشرى تبارك الله عليها. فين عزين؟ يلا اخر كلمه اختي، يلا اخر كلمه ودابا باش نجمعوا الدار صافي، يخرجوا الضياف ياك، ها نخملوا الدار. شكرا للجيران ديال المسيره السفله اللي ضمنوا معاها واللي ما كيخليوهاش، كل خطره يدق عليها واحد تخليها طبسين تدق على سيده هادي، يعني ما مخليها محتاجه حتى شي حاجه. وشكرا للساكنه خنيفره كذلك اللي ضمنوا، واللي بشرى اجي عندنا هاد الشيء ديه ليها بشرى هاكي هضري اختي هاكي دي ليها هاكي يعطيها، يعني كاين تضامن، كاين تضامن، كاين الانسانيه. الحمد لله ما خليناهاش دابا في الزنقه، وكنطلب الله والضمير ديال الاب ديال الطفله دي يحيى ويعترف بها وينقذها من هذا هذا الوضع هذا. وكذلك كنطلب الناس اللي كيتواصلوا معها واللي كيتبعوك، عافاكم ووقفوا معها، مازال محتاجه لكم، مازال واحد المشوار طويل عاوتاني. ايوا اذا اخواني تبارك الله عليكم، حتى شي وحدين اللي ربما اللي كانوا في لي كومونتير الفايتين اما دابا لا الدراري الله يهديهم، شي واحد عاد تيبقى لا واه لا لا واه هي دين مها لا واه دين باها لا واه مشات معاه، واش الله يرضي عليكم. الواحد ديما حيت ترى شي حاجه بدا من راسك وحكم، بدا من اختك وحكم، بدا من الام ديالك وحكم، ماشي انا نبقاو نلقاو الكلافي ونلقاو الويفي فابور ديال الجيران ونبقاو بدا نحرجوا. لان هاد البنت بكات، جيت عندها النهار الثاني عيطات عليا مسكينه مع 9 الصباح وتتبكي، علاش داك النهار بكيتي؟ واخا دارك ياك جديت لك دارك، عمرتها قاديناها لك قادينا، خليناك هنا بوحدك نعسه، لقيت كتبكي في الصباح علاش؟ حيت عيطوا لي بزاف ديال الناس وكانوا كيعايروني. واش بغيت تقول لهم؟ حشومه عليهم، الله يرضي عليكم. الله يهديكم وصافي. حشومه، إذا الله الله يرضي عليك، الله يرضي عليكم، تبارك الله عليكم، تحية لكم، ما سخيتش بكم ومازال تابعاني الطريق. إذا صافي الأسبوع ربما صافي نطفيو الضو ياك، الأسبوع سالا، الجيران يخرج يلا. يلا سيدي. سلمي سلمي عليهم، سلمي عليهم، يلا حتى حنا تنطفيو الضو تنشعلوه مالنا. اه تا حنا عندنا هاد البولان نحتفلوا بها، علاش لا؟ اه يلا شيري لهم، تبارك الله عليكم، يلا شيري تنجيبي شيري خوتك، شيري خوتك. شكرا لكم بزاف على التضامن، شكرا على الانسانيه ديالكم، والله يجازيكم بخير. يعطي فايلا ربات من الدنيا ما عندك فين ندير في الاخره، وغيت الناس اليوم مبروك عليكم. اذا تحيه لكم، فما عليكم الى البارطاج ديال هذا الفيديو، هذا الفيديو غادي يبقى موثق، غادي يبقى موثق باش حتى هاد البنيه هادي هذاك الاب حتى ان شاء الله تقرا وتكبر وتولي محاميه ولا قاضيه، وان شاء الله غادي تولي فهمتي، لان معاناه عشتيها يا ماما نو. وخاص انا قلت ديك ماما نو عاوتاني، شدوا فيا في لي كومونتير، انا قلتها عاوتاني. ابنه تشوف تي في وابنه جمعيه الرحمه للرعايه الاجتماعيه.
الاجتماعي هذا الضم. تفقنا عليكم خوتي، ما سخيتش بكم، الله يحفظكم، الف تحيه، فما عليك الا البارطاج. فما رايك في الاخر، ما رايك في حميد؟ لان سمعت شي نبيه البارح في الفيسبوك. يلا الكلمه دي الاخيره ديالك خويا، يلا تحيه لكم. سلامة. يلا 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 يا ممين واكي قلبي هوا وادي زمات سارة الدونات. يلا سلامة.